برج الأسد، ما شاء الله عليكم يا أسود، كل سنة وأنتم طيبين، أيامكم كلها سعيدة وهنية. خلينا نشوف إيه اللي في الدنيا معاكم يا برج الأسد. برج الأسد، في عندك طاقة استشفاء لو أنت طالع من مشروع حب فاشل أو من حالة نفسية وصحية سيئة، ففي طاقة للاستشفاء في الأيام اللي جاية إن شاء الله، هتشوفها وتلمسها جدا وهتحس بتحسن كبير جدا. كمان عايزة أقول برج الأسد محسود جدا، محسود جدا جدا جدا، قيادي فايتر كده، الناس بتفهمه غلط، الناس بتفتكر ان هو تينك، بتفتكر ان هو مغرور، بتقول ان هو متكبر. ده في ناس، بعض الناس بيعاملوه وحش وهو بيتقبل المعاملة ديت، وفي ناس بيعاملوه يعني بيتعبوه نفسيا. انت كنت تعبان الفترة اللي فاتت يا برج الأسد، ان شاء الله في ليك طاقة استشفاء كبيرة جدا وحلوة. كمان عايزين نقول ان اللي له قضية او مقدم على قضية او له ورق عند جهة حكومية، فان شاء الله هيتقضى في مرحلة ما بعد العيد. فان شاء الله برجكم هيكون له قضاء عادل جدا، وفي نصر وفي قضاء على الظلم لو انتم مقدمين على قضية، فانتم ان شاء الله هيكون الحكم لصالحكم. بالنسبة للشخصية النسائية اللي من عيلتك يا برج الأسد، وقد كده هي مسيطرة، وقد كده هي قوية، وقد كده هي جامدة، وعاملة لك بعض المناوشات وبعض القلق، بعض التوتر مع أفراد أسرتك الباقيين، فأحب أقول لك إن هي شوية هتديك جزء من الرضا، أو هتبص لك بعين الرضا، وهتشوف تحسنات كتيرة بعلاقتك بيها. إن شاء الله في ليكم تقدم كبير جدا جدا جدا، ونصرة كبيرة جدا على كل اللي ظلمكم، وهتاخدوا حقكم تالت ومتلت زي ما بيقولوا، وفي انتصار كبير جدا وهيشهد عليه الناس كلها. بالنسبة للأشخاص اللي بيحاولوا ان هم يضايقوك ويزعلوك زي ما قلت قبل كده، وبيحاولوا ان هم يدقوشوا وراك كده ويقعدوا ينبشوا ويضايقوا، ان شاء الله في ظهور ليهم، لان انت مش عارفهم، هم بيتكلموا من وراك بوش ومن قدامك بوش، ففي ظهور ليهم على حقيقتهم، وهتعرفهم وهتبعدهم عنك خالص يا برج الاسد. بالنسبة للحبيب اللي بعد، فهو بيفكر فيك جدا وبيراقبك جدا وعايز يرجع لك جدا جدا جدا، ولكن كرامته وكبرياءه عاملين معاه شغل، فما هوش عايز ابدا يعني يتغاضى او يجي او ياخد الخطوة، بس هو جاي زي ما احنا قلنا قبل كده، في ميراث او ورث، او في يعني مناوشات على ورث او قضاء او قطعة ارض او عقار معين، المفروض ان لكم في حق، والمفروض ان حقكم ده متاكل او مأخوذ منكم او مغصوبين على انكم تتركوه. ان شاء الله الشخص هيرجعه لكم، او حد هيرجعه من طرفه بعد ظروف معينة هو هيمر بيها. تمام، افكار كتيرة 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 بتلف في دماغك يا برج الاسد، وعايز ان انت ترسى على بر، حاسس بافكار متزحمة جوه دماغك، عندك مليون فكرة وفكرة لشغل، ومليون فكرة وفكرة لاصلاح احوالك كلها، وما انتش عايز تبدأ، ما انتش عارف قصدي تبدأ باي فيها. فان شاء الله ربنا هينور بصيرتك، وتعرف تبدأ منين وتمسك طرف الخيط ازاي. ان شاء الله كل الخير جاي لك. في اجتماع كده لشوية أمور عليك هتتعبك شوية وتقرقك شوية، بس بعد كده هيكون في فرج. فلو حسيت بضائقة أو بخنقة أو بشوية متاعب، اعرف إن بعدها على طول فرج، وفرجه كبير جدا. أيامك كلها سعادة برغم المناوشات اللي ما بتخلاش منها يا برج الأسد. خلينا نشوف بالنسبة لحبايبي المرتبطين والمنفصلين، خلينا نشوفها في قراءة واحدة. قراءتنا بتقول بعض المنفصلين، بعضهم في ليهم رجوع برغبتهم، طبعا احنا ما بنغصبش حد على الرجوع، ومحدش يقدر يغصب حد على الرجوع، فلو انتم راغبين للرجوع ففي رجوع، عايزين بداية جديدة في بدايات جديدة، وتقدروا تنقوا منها اللي يريحكم طبعا.
الدنيا كلها قافلة عليك في العاطفة، ما تخافش، الانفتاح او فتح العلاقات هتبقى قريب جدا، هيكون في صلح وهيكون في رجوع، وبالنسبة للمنفصلين فان شاء الله ليهم رجوع وليهم صلح. للمرتبطين واللي بيعانوا من علاقة ثلاثية، فعايزين نقول ان الكفة هتميل ناحيتكم والحبيب او الحبيبة هيميلوا ناحيتكم انتم، فان شاء الله في خيرات كتير. عايزين كمان نقول بالنسبة للزوج اللي مسافر او اللي بعيد او اللي بعد بسبب الكورونا، او الخطيب اللي بعد بسبب الكورونا وهو على السفر ومانعينه من الرجوع او ما هوش قادر يرجع، فهو يا ريت ما تضغطوش عليه، لانه هو كل تفكيره ازاي يطير ويرجع لكم، بس هو الظروف اللي واقفه ضده وواقفه معكساه وغصب عنه، غصب عنه مش قادر يرجع، فيا ريت تهونوا عليه الغربه وتهونوا عليه مساله السفر وتهونوا عليه البعد دوت، وتحسسوه ان شاء الله انها هتنفتح الحدود قريب، الرحلات الجويه هترجع قريب، السفر هيرجع قريب ان شاء الله. يعني احنا بنتعشم والعشم في ربنا دايما ان شاء الله يعني اقترب حل الازمة، وان هي هتنتهي قريب ومش هتقعد اكتر من كده كتير ان شاء الله، وفي رجوع ان شاء الله، وربنا هو المستعان. يا رب يطمنكم على كل حبايبكم ويرجعهم لكم بالسلامة. بالنسبة لحبايبي العزاب والمتأخرين في الزواج واللي اتألموا جدا 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 في الفترة اللي فاتت، الدنيا قافلة وخانقة وعدم خروج وعدم طلوع وعدم انطلاقة وحبسة جدا جدا جدا، ببشركم بالخير إن شاء الله، فرجوا قريب ليكم، خروجات قصيرة مش بعيدة ورحلات قصيرة مش بعيدة إن شاء الله قريب، هتشوفوا فيها حاجات كتيرة قوي هتسعدكم، هيكون في تنمية لمهاراتكم، هيكون في تنمية للروح اللي جواكم، وبعد الحبسة وبعد الخنقة وبعد كل الأيام اللي انتوا قضيتوها في الحظر والحجر والتعب، هيبقى في رحلة بسيطة هتغير نفسيتكم خالص وهتجدد النفسية تماما وهتخلي الروح تجري فيكم تاني وتحسوا بالانطلاق شوية. اما بالنسبه للعزاب او متاخرين الزواج، متاخرين الزواج بالذات، فبحب اقول لهم ان ان شاء الله فرجه قريب، طال الانتظار وطال الصبر على كلام المحيطين وعلى كلام الناس وعلى والدتهم وعلى كل حاجه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب هتشوفوا كل الخير، وربنا هيبعت لكم ابن الحلال اللي يسعدكم واللي يخلي ايامكم كلها سعيده. بعد الصبر لازم يكون في فرج، وبعد الصبر لازم يكون في خير، وكل واحد هيجيله خياله، اذا كان بنت ربنا هيبعت لها فارس احلامها، واذا كان شاب ربنا هيبعت له فتاة احلامه اللي كان دايما بيحلم بيها واللي بتظل بتظهر قدامه في الاحلام وبيشوفها من بعيد، وحاسس ان هو يعني حياته هتبقى مختلفة لو التقى بيها. فأحب أقول إن إن شاء الله كل الخير ليكم يا أسود. خلينا نتكلم على قراءتكم العاطفية بتقول إيه؟ قراءتنا العاطفية بتقول إن في رجوع للأحباب المبتعدين، وفي فك للحصارات بيننا وبين بعض، اللي عاملين بلوك واللي أوف والأون وتعبتوا نفسيا جدا، أنا شايفة إن شاء الله إن في إزالة للمتاعب وإزالة للحواجز، وهيكون في مسامحة ومصالحة وغفران وحاجات كتيرة هتأدي إلى إن العلاقة العاطفية تكون من أنجح ما يكون، وتلاقوا فيها اللي دايما كنتوا انتوا بتحلموا بيه واللي بتتمنوه، واللي صبر دايما لازم ينول، وربنا أبدا ما بيضيعش حق أحد. أسفة جدا رجعت للدعاء كتير برضو، بس أنا إيه كتير قالوا لي ادعي لنا ولك بالمثل، فسبحان الله لساني أخد على كده. خلينا نقول اللي محتارين بين امرين او اللي قدامهم اختيارين، فهم الاختيارين في كلتا الحالتين صح، وبيقول لكم عليها نعم، انتوا اللي ليكوا حرية الاختيار بعقلكوا بقى انتوا تختاروا انهي فيهم، لان الاتنين كويسين سواء عاطفيا او ماديا، تمام؟ انت اللي ليك حرية الاختيار، انت اللي هتختار مشروعك، وانت اللي هتختار اسلوبك في النجاح في الايام اللي جاية.
كل جديد عندكم، وهيحصل حاجات كتير وتطورات كتير عندكم يا برج الأسد. أتمنى إن أنتوا يا رب تستفيدوا منها كلها وتكون خير وسعادة عليكم. بتمنى لكم كل الخير. بحاولش أطول الفيديوهات جامد، أقدر أعمل فيديو طويل جدا أولا هيتعبني أنا في التحميل لأن النت فظيع جدا، ثانيا أصحاب الباقات وأصحاب النت واللي عايزين يعرفوا الأخبار هيضطروا إن هم يستهلكوا كتير أو يضطروا إن هم ما يشوفوش الفيديو كله. بتمنى لكم كل الخير، بتمنى إن أنتم ما تنسونيش وتحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، توصلوا الفيديو لكل أصحابكم وأكبر عدد من اللايكات علشان دايما تبقوا في مقدمة الأبراج اللي تكون معايا في كل التوقعات.